الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشعوب المقهورة في إيران. نسعد بضيف عزيز في استوديو قناة وصال مع السيد حبيب أسيود الأحوازي وهو نائب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. سيد حبيب أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أخي أبو أصيل وشكرا لكم وشكرا على الاستضافة. شرفتونا يا أبا أحمد، وحقيقة نفخر بوجود أمثالكم في هذه المملكة الحبيبة وفي عاصمتها الرياض. في البداية قبل أن ندخل يعني في موضوعنا، نحن سنتحدث عن الشعوب غير الفارسية وهذه الدعوة التي أتت من وزارة الإعلام لمجموعة من أفراد الشعوب غير الفارسية من الأكراد، من الآذريين، من الأحوازيين. كيف لمست هذه الدعوة من وزارة الإعلام لهذه النخب من هذه الشعوب، وما هي الـ يعني الإيجابيات التي تقرأها من خلال هذه الدعوة؟ في البداية في الأول نشكر وزارة الثقافة والإعلام السعودي على الدعوة. طبعا بالنسبة للمعرض الدولي للكتاب في الرياض، فهو الحقيقة يعني مشروع يعني ثقافي، أو يعني مشروع ثقافي للتنمية المجتمعية يعني يعتبر، وأيضا نعتبره يعني هو يعني في إطار التحول أو التطور الموجود للمملكة لعام 2030. فالحقيقة هو عنوان المعرض أو شعار المعرض الكتاب رؤية وتحول. فالحقيقة فنتمنى أن للمملكة يكون هذا التحول وهذه الرؤية الحقيقة ولتطور يعني البلد. فبالنسبة مشاركتنا في هذا المعرض أو في هذا العرس الثقافي يعني في المملكة، فالحقيقة هو يعتبر كبعد ثقافي لإبراز الشخصية الأحوازية في هذا المعرض وفي هذا المشروع الثقافي. فكان حضور من الأخوة من الآذريين وأيضا من الأكراد معانا، وأيضا الأخوة من الأحوازيين، طبعا في من جميع البلدان كان لديهم حضور في المعرض. نعم، يعني كيف قرأت مثلا هذه الدعوة الخاصة بأفراد من الشعوب غير الفارسية؟ طبعا فبالتأكيد هو بما أن العمل يعني في إطار يعني عمل يعني ثقافي بالنسبة للشعوب غير الفارسية وتواجدهم في المملكة العربية السعودية، فأعتقد هي رسالة واضحة لأن يعني هنالك توجه وهنالك يعني طبعا في مثل ما نقول تمهيد لمشروع بالنسبة للشعوب غير الفارسية يعني يوازي المشروع الإيراني يعني في المنطقة وتدخلاته في المنطقة العربية. فنتمنى أن هذا التوجه أو يكون يعني مشروع يعني حقيقي واقع على الأرض ويتم دعم الشعوب غير الفارسية، فما نطمح عليه نحن وأيضا الشعوب غير الفارسية أن يكون دعم حقيقي يعني أن كان من قبل المملكة العربية السعودية أو يعني الدول الأخرى اللي هي الحقيقة يعني لديها مشاكل مع الدولة الفارسية. نعم. الدعم الحقيقي يكون في ماذا؟ الدعم الحقيقي طبعا بالنسبة
احنا على قناعة نحن وأيضا الشعوب الغير الفارسية أن بحاجة ماسة أو المزيد من النضالات لتحقيق يعني أهدافنا كانت في الأحواز أو في كردستان أو بلوشستان أو يعني أذربيجان، وهذا لا يتحقق بين يوم وليلة، ولكن ليس بالمستحيل، لأن الأرادة الشعوب الأرادة الصليبة إذا توفرت، وإن شاء الله متوفرة يعني عند الشعوب وعن أيضا عند المناضلين للشعوب الغير فارسية، فبالتأكيد تتحقق. بالنسبة للدعم فنحن بحاجة إلى دعم يعني سياسي أو رعاية سياسية من دولة ما، لأن الحقيقة الوجود الإيراني أو التدخل الإيراني في المنطقة العربية يعني أو مثل ما شوف اليوم يعني سقوط 4 عواصم بيد الدول الفارسية في بغداد وأيضا دمشق وأيضا وجود حزب الله ووجود الحوثيين يعني في اليمن، فلا بد أن يكون هنالك رعاية سياسية للشعوب الغير الفارسية وأيضا للأحوازين. تكلمنا كثير طبعا على هذا الموضوع، فنتمنى هذا الشيء أنه يكون دعم سياسي طبعا، طيب، أو على أعلى مستويات إن كان الإعلامي وأيضا القانوني وأيضا الاقتصادي. طيب، يعني لو كان مثلا هذا الدعم السياسي كما ذكرت مثلا من دولة ما، هل هناك أرضية سياسية مشتركة بين التنظيمات للشعوب غير الفارسية موجودة ومهيئة لتقبل هذا الدعم وتنفذ آليات مثلا الدعم وتنهض وتواجه يعني هذه الدولة الإيرانية؟ طبعا نحن كأحوازيين وأيضا يعني في الحركة يعني متفقون على أهمية العمل المشترك في مواجهة العدو المشترك، يعني فهنالك تفاهمات عديدة للتنسيق مع بعض التنظيمات طبعا الشعوب غير الفارسية لتطوير يعني عملنا يعني في أيضا في الداخل وأيضا في الخارج، ونأمل أن يعني هذا العمل المشترك أن يرى النور يعني في المستقبل القريب إن شاء الله. يعني بإذن الله. فنحن أيضا لدينا يعني اتصالات نشطة مع شعوب غير الفارسية، أيضا هنالك يعني تفاهمات وأيضا ترتيبات لتطوير يعني آلية التنسيق ما بيننا على جميع المستويات طبعا يعني في الداخل وأيضا يعني في الخارج، ولكن رغم كل هذه الأمور فيبقى العمل يعني متواضع والإمكانيات يعني متواضعة جدا، ولكن التنسيق والأرضية هي يعني موجودة، يعني هي موجودة أبو أحمد، لكن نجد مثلا بأن هناك تنافر بين بعض القوميات أو بعض الأقليات، مثلا يعني زي مثلا الأكراد والآذريين لا نجد العمل المشترك فيما بين أو القبول أن يكون هناك عمل مشترك بين الأكراد والآذريين، يعني البعض يتعصب القومية والبعض يعني لخلافات سابقة. هناك يعني من يقول بأن يعني من المحال أن يكون هناك جبهة أو عمل سياسي موحد لمثل هذه التنظيمات، فلذلك لا يعني لا نستخسر الوقت ونعمل ونبذل وندعم لتنظيمات يعني من المحال أن تجتمع. أنت تعلم بأن يعني التنظيمات على المستوى السياسي بين الأحوازيين بين الأكراد بين الأذريين لم تجتمع، فكيف تجتمع مثلا هذه التنظيمات على مستوى الشعوب غير الفارسية؟ طبعا أنا أتفق معك، بالتأكيد هنالك يعني اختلافات موجودة بين الأخوة الأذريين وأيضا الأكراد، ولكن يعني هنالك عوامل وأسباب لهذه الاختلافات، وأيضا هي الدولة الفارسية، يعني الدولة الفارسية يعني منذ الاحتلال ومنذ عام 1936 لتغيير أسماء المدن وأيضا تغيير
يعني بعض الخرائط موجودة في داخل إيران، فهي كان لها دور يعني أساسي في تغيير التركيبة السكانية. نعم. يعني بين الآذريين وأيضا الأكراد، وهنالك مشكلة يعني على الحدود الآذرية وأيضا أذربيجان الجنوبية وأيضا حدود الأكراد فيما بينهم، ومن يأجج الوضع هي الدولة الفارسية. طبعا احنا حاولنا أن نتكلم مع الأخوة، طبعا الأخوة في الحركة الوطنية الأذربيجانية، لأن وأيضا الأخوة في حزب الديمقراط الكردستاني، لأن هنالك يعني تفاهم فيما بينهم. طبعا بالنسبة لبعض التنظيمات الأخرى الكردية وأيضا منهم الأذربيجانيين، يعني هنالك يعني في شدة، أو مثل ما نقول نعم هنالك في يعني عنصرية موجودة، يعني هي الدولة الفارسية خلقت هذه العنصرية فيما بينهم، ولكن هنالك تفاهم موجود فيما بين الحركتين، بين الحزب الديمقراطي وأيضا الحركة الوطنية، وتكلمنا معهم وإن شاء الله نوصل إلى يعني اتفاق يعني مشترك فيما بينهم حتى يتم حلحلة هذا الاختلاف بمشيئة الله. طبعا بالنسبة للأحوازين ليس لدينا أي مشكلة مع الأخوة، طبعا بالنسبة للجغرافيا وبالنسبة للحدود، يعني من الشرق نحن مع البلوش وأيضا مع الأكراد، مع الأكراد. نعم. فليس لدينا، وحتى إذا تكون خلافات تكلمنا وتحاورنا مع الأخوة البلوش وأيضا الأكراد، أن إذا هنالك خلافات موجودة على الحدود فبالمستقبل يتم حلحلة هذا الأمر. أيضا نفس الكلام إحنا تكلمنا مع الأخوة مع الأذربيجانيين، أن إذا هنالك يعني مشكلة فنحيل هذه المشكلة، يعني بعدين لأن عدونا هو عدو يعني مشترك الدولة الفارسية، يعني يحتاج يعني فلا بد أن نوحد جهودنا ضد الاحتلال الفارسي. نعم. اسمح لي وليسمح لي الإخوة المشاهدين أن نعرض لهم الآن تقرير موجز يعرف بالشعوب غير الفارسية في إيران. نشاهد. تشكل الشعوب غير الفارسية في إيران 60% من مكونات إيران السكانية، التي تشمل الأتراك الأذربيجانيين والأكراد والعرب والبلوش والتركمان واللور والجيلك والطالش، حيث يتوزعون في مختلف الأقاليم التي تضمها جغرافية إيران الحالية. تحدد الإحصائيات الرسمية الإيرانية نسبة القوميات والشعوب غير الفارسية، فالقومية التركية بلغت نسبتها 24%، بينما القومية الكردية بلغت نسبتها 7%، والقومية العربية نسبتها 3%، أما القومية البلوشية فنسبتها 2%، بينما تقدر مصادر أخرى من بينها إحصائيات أمريكية أن الفرس بلغت نسبتهم 41%، والآذريين الأتراك 24%، والجيلاك 8%، والأكراد 10%، والعرب الأحوازيون 7%، واللور 2%، والبلوش 2%، والتركمان 2%، وأعراق أخرى بلغت نسبتها 1%. وتعاني الشعوب من التمييز المضاعف لكونها تنتمي إلى المذهب السني مثل البلوش والتركمان، أو التي يشكل السنة نسبة كبيرة منها من قبيل الأكراد والعرب الأحوازيين. النظرة الدونية واضحة وجلية من قبل العرق الفارسي المهيمن على النظام الإيراني للشعوب غير الفارسية، ويتم منعهم من دراسة لغاتهم الأم، كما يتم إجبارهم على تعلم اللغة الفارسية، ويحظر عليهم إطلاق بعض الأسماء على موالدهم، ناهيك باستبعادهم من المناصب والمراكز الرسمية المرموقة في البلاد. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى احتقار هذه الشعوب غير الفارسية من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والأفلام والمسلسلات التي يتم إنتاجها وبثها عبر القنوات التلفزيونية الرسمية في إيران، والتي بطبيعة الحال يشاهدها ويقرأها كافة مكونات المجتمع الإيراني وشرائحه، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مشاعر تلك الشعوب
التي يتم تصويرها بشكل سلبي جدا، وهي تحمل الجنسية الإيرانية وتحسب رسميا على إيران. وبالرغم من الثروات الطبيعية والأراضي الواسعة التي تتمتع بها مناطق الشعوب غير الفارسية في إيران، إلا أنها من أفقر الشعوب بالنظر إلى دخل الفرد المنخفض. ومن الأمور التي تركت تأثيرا سلبيا عليهم الفقر والقضايا البيئية، وهو ما يشمل سوء التغذية والملبس والمسكن والصحة والتعليم. وقد انتشر بشكل متزايد وملحوظ معدل البطالة وعمليات تهريب المخدرات، وبخاصة في المناطق المجاورة للحدود مع الدول الأخرى. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. أذكر بضيفي في هذا اللقاء السيد حبيب أسيد الأحوازي، وهو نائب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. أهلا وسهلا مجددا يا أبا أحمد. هل سبقا كان هناك يعني عمل مشترك بين التنظيمات السياسية للبلوش، الأكراد، التركمان، الآذريين، الأحوازيين، يعني مثلا في عهد خاتمي أو في عهد الشاه أو يعني في عهود سابقة مضت؟ الحقيقة كان في يعني عمل مشترك، ومثل ما يعني سابقا تكلمنا أن الإمكانيات متواضعة جدا بالنسبة للعمل المشترك. فإذا كان هنالك العمل المشترك أو كان هنالك دعم لهذه الشعوب، فبالتأكيد إحنا اليوم ليس بهذه الحالة الموجودة. بس على المستوى طبعا الخارجي، طبعا المستوى الإعلامي أو الحقوقي، يعني هنالك يعني عمل مشترك يعني موجود فيما بيننا، طبعا في تنسيق، في تفاهم حول طبعا حضورنا في المؤسسات الدولية وأيضا القانونية، مظاهرات أيضا أيضا يعني حضور يعني مشترك في ما بيننا في المظاهرات يعني في أوروبا، وأيضا يعني خاصة في أوروبا. يعني هذا التفاهم والعمل المشترك يعتبر جديد على ساحة الشعوب غير الفارسية؟ نعم، يعني في تطور، طبعا هو كان موجود ولكن كان ضعيف جدا يعني في السابق، ولكن الآن في يعني تطور يعني في العمل، واستطعنا ان نجتمع يعني مع الاخوه يعني تنظيمات الشعوب غير الفارسيه، ونوصل الى صيغه معينه والى نتائج معينه لجبهه يعني موحده. طبعا هنالك مشروع لجبهه موحده مع الاخوه البلوش وايضا الاكراد والاذربيجانيين، فان شاء الله هذا المشروع كجبهه موحده ينطلق يعني في المستقبل القريب يعني باذن الله. طبعا هدف المشروع هو التركيز على العمل المشترك يعني في الداخل يعني اولا، وايضا العمل على الجانب السياسي وايضا الانساني وايضا الاعلامي. نعم، يعني الجانب الاعلامي يعتبر مهم جدا. الوعي بأهمية الاتحاد أو التفاهم المشترك بين الشعوب غير الفارسية يكاد يكون غائب في الداخل. يعني كل قومية تعتز بقوميتها وبلغتها، ويعني كل يرى أنه هو يعني على الحق ولا بد أن يقاوم لوحده. لكن ثقافة التوحد، ثقافة التفاهم تكاد تكون غائبة في الداخل. يعني ممكن يعني مثلا البرنامج مثل البرنامج هذا ممكن يعطي ثقافة للأحوازيين، واعتقد الأحوازيين يعني لديهم يعني مثل هذه الثقافة، لكن القوميات الأخرى ليس لديها مثل هذه الثقافة. كيف يمكن أن يكون هناك رسالة و يعني مفاهيم تصل إلى الشعوب في الداخل بأهمية التوحد ضد هذا النظام الإيراني؟ الحقيقة في الداخل نعم بالتأكيد هو المشكلة الأساسية موجودة في الداخل، لا يوجد يعني تفاهم أو الوعي يعني بالنسبة للعمل المشترك يكون ضعيف جدا. ولكن دور الإعلام بالنسبة لهذا الجانب هو مهم جدا. طبعا بالنسبة للأخوة الأكراد وأيضا الأذربيجانيين، يعني لديهم بعض القنوات وتواصل مع الداخل،
لكن ليست سياسية، ممكن الأدريين بس فقط، لكن الأكراد ليس لديهم قنوات سياسية انفصالية مثلا أو تحرورية. نعم الأخوة في طبعا بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستان طبعا الأكراد لديهم بعض عندهم القنوات، ولكن حسب المعلومة الأخيرة من الأخوة أن تم يعني تم تعطيل القناة بسبب يعني الوضع المالي لقناتهم، يعني ممكن الآن تقريبا ما يقارب خطابهم تحرري أو فيدرالي. طبعا حزب العمال الكردستاني هم في إطار الفيدرالية، نعم، ولكن يتبنون العمل المسلح، ولديهم يعني معسكرات ولديهم يعني عمل مسلح، ويعني قبل فترة معينة كان يعني عندهم يعني عمليات مسلحة ضد الاحتلال الإيراني، ولكن هم طبعا يتكلمون بمفهوم ثاني بالنسبة للفيدرالية، أن الجيش يكون مستقل وأيضا الوضع الاقتصادي يكون مستقل، و طبعا حسب يعني وجهة نظرهم وحسب برنامجهم السياسي أن يكون شبه المستقل. ولكن بالنسبة للقنوات الانترنت موجودة يعني عندهم، وتكلمنا حول هذا الموضوع لأن الوضع الانترنت في الداخل صعب جدا، صحيح، خاصة بالنسبة عند الأحوازين، لأن اليوتيوب يعني محجوب، كل البرامج محجوبة، وأيضا حتى الإنسان الأحوازي المتواجد في القرية يعني مش يعني يوجد مشكلة وصعوبة أن يفتح الإنترنت، وأضافة إلى ذلك أن الدولة الفارسية هي من تراقب وأيضا تمنع وتفلتر كل الإنترنت. فما نحتاجه ممكن هي نقول دائما نتكلم عن القناة والمؤسسة الفضائية، وتكلمنا كثير يعني عن أن تكون، ونحتاج هذه المؤسسة الفضائية حتى نرسل أو الصوت الأحوازي للداخل وكذا. ولكن بالنسبة للوضع الشعوب غير الفارسية في الداخل، لأن الاحتلال هو لعب دور كبير لتشتيت يعني كثير من الأفكار، أو خلق بعض يعني العداء بين الأحوازيين والأكراد مثلا على سبيل المثال، أو بين الأكراد والآذريين، أو بين الآذريين أو الأكراد مع البلوش، فحتى هو يستطيع أن يسيطر يعني على الوضع الداخلي في إيران. نعم، المشروع الذي يمكن أن تكون رسالة أبلغ مثلا قناة فضائية باسم الشعوب غير الفارسية، تتحدث باسم الشعوب غير الفارسية، ولتكن مثلا في لندن مثلا، هل يمكن أن يكون هناك توحد بين التنظيمات أو بين الشعوب الغير الفارسية ليكون هناك رسالة مقسمة بين يعني هذه الشعوب من أجل نقل ما لديهم إلى الداخل في الأحواز، في كردستان، في بلوشستان، في أذربيجان؟ هل يمكن أن يكون يعني إذا كنا نتحدث عن يعني توحد الجهود، هل يمكن أن ننطلق بقناة فضائية ولتكن مثلا هذه القناة الفضائية بإدارة يعني خارجية، يعني لا يديرها من يعني يعتبر منتميا للشعوب غير الفارسية، حتى لا يكون هناك إشكالات ولا يكون هناك تحزبات ولا تفرق؟ الأستاذ عبد الله، طبعا بالنسبة للإدارة والأمور الفنية يعني هي ما في مشكلة، ممكن نتفق، لا هي إشكالية بين التنظيمات الأحوازية، يحصل إشكالات بين التنظيمات الكردية، يحصل إشكالات على أساس من يقود المشهد، فما بالك يعني بين شعوب يعني. لا هو مشروع تأسيس القناة هو فعلا ما موجود، يعني فعلا ما موجود يعني قناة، ولكن بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للأمور الفنية فبالتأكيد يكون اتفاق، لأن احنا حتى طرحنا مشروع باتفاق يعني مع الأخوة الأكراد وأيضا الأذربيجاني والبلوش، يعني على بعض الجهات أو الأصدقاء يعني من العرب وغير العرب لمشروع يعني قناة، وشرحنا الوضع بكل تفاصيله، أن تكون البرنامج بهذه الطريقة، أن الأكراد يكون لهم برنامج والآذريين والبلوش، وأيضا متفقين على هذا الشيء نحن ويعني الأخوة، فأعتقد ما نواجه أي صعوبة بالنسبة لإدارة القناة، ففي كادر يعني مؤهل لدينا نحن كأحوازيون، وأيضا بالنسبة للأكراد والبلوش وأيضا
يعني أن تؤيد أن تكون يعني يكون هناك قناة فضائية خاصة بالشعوب غير الفارسية؟ بالتأكيد. يعني موحدة. لأن أستاذ عبد الله إحنا ذا نتكلم عن الداخل الإيراني أو مشروع الشعوب غير الفارسية، هو المشروع الأساسي لتفكيك الدولة الفارسية أو تضعيف إيران من الداخل. لأن إذا نتكلم يعني فقط عن الأحواز أو نتكلم فقط عن كردستان أو نتكلم فقط عن أذربيجان الجنوبية أو فقط عن البلوشستان، لأن بالتأكيد الدول الفارسية تنفرد بهذه الشعوب، فلا بد أن يكون هنالك توحد على جميع المستويات، يعني في العمل المسلح، في الإعلام، في القانون، في جميع المستويات، فلا بد أن يكون هنالك توحد. فالحقيقة هو مشروع يعني متكامل، فقط يحتاج أن يتم تطوير هذا المشروع من قبل جهة ما، ولكن لحد الآن لم يرى النور هذا المشروع للأسف الشديد. ونتمنى في المستقبل القريب يعني أن كان هنالك توجهات لبعض الدول لصد المشروع الإيراني يعني في المنطقة، أن ينضج هذا المشروع لشعوب غير الفارسية. يعني هل يمكن أن يكون هناك مشروع أو معارضة للشعوب غير الفارسية كالمعارضة الإيرانية الحالية؟ نجد الآن بأن المعارضة الإيرانية يعني قوية من ناحية السياسية، قوية في الكوادر، أيضا لديها يعني جناح مسلح يعني ومدرب. هل يمكن أن نشاهد المستقبل يعني شيء يحاكي هذه المعارضة الإيرانية؟ وأعرف بأن هناك اختلاف في التوجهات بين يعني أهداف من يمثل الشعوب غير الفارسية وأيضا أهداف المعارضة الإيرانية. طبعا بالنسبة للمعارضة الإيرانية اليوم بالخصوص يعني هنالك توجه بالنسبة لمجاهدي خلق يعني من قبل بعض الدول العربية، للأسف الشديد يعني في إشكالية موجودة لأن يعني المركز دراسات الاستراتيجية الموجودة يعني في الوطن العربي أو في بعض الدول ليس لديهم الدراسات الدقيقة على الوضع الإيراني وخاصة المعارضة الإيرانية. لأن نعم بالنسبة لمجاهدي خلق يعني هم جزء من الثورة الإيرانية ونعلم هذا الشيء، لأن هم انشقوا من الخميني، وحتى بالنسبة للعقيدة والأمور العقائدية هم ناس يعني شيعة، طبعا ما نتكلم بهذا الموضوع. أيضا بالنسبة للوضع الداخلي بالنسبة لمجاهدي خلق ليس لديهم أي شعبية، صح لديهم الإمكانية ولديهم الكادر، وعندما نشوف يعني المؤتمرات أو المظاهرات اللي تقوم بها مجاهدي خلق فبالتأكيد هنالك دعم، أن هذا الدعم كان من دولة أجنبية وكان من دولة يعني عربية. إذا كان هذا الدعم لي يعني إحدى نقول الأحوازين أو للأكراد أو للبلوش أو للأذربيجان فبالتأكيد تكون نفس القدرة ونفس فنحن كأحوازين وأيضا حتى الشعوب يعني غير الفارسية يعني كنا في اجتماع يعني مع الأخوة الأكراد وأيضا الأذربيجانيين، يعني إحنا متفقون على هذا الشيء أن لا يمكن أن اليوم اللي يحكم إيران يعني هي العمامة الفارسية أن تبدلها بكروات الفارسي، لأن هو يحكم بني نفس العقل. نعم. العقل هو عقل فارسي، إن كان ملة وإن كان إنسان مثل ما نقول لبس الكروات أو أفندي، لأن العقلية الفارسية نحن مطلعين عليها، العقلية الفارسية لا يمكن أن تقبل أو تتقبل الوضع الأحوازي أو الوضع الكردي أو الوضع الأذربيجاني أو البلوشي أو التركمن. نعم. طيب الـ يعني هل هناك مثلا تخطيط يعني واضح وأهداف مرسومة لكي تصل مثلا هذه القوة الضعيفة الحالية للشعوب غير الفارسية إلى أن تصبح قوة لها الكلمة ولها القوة ولها التأثير في جميع المحافل الدولية؟ بالتأكيد يعني هنالك برنامج ومشروع يعني متفق عليه بين يعني الشعوب غير الفارسية، طبعا في بعض الفصائل. نعم. يعني الموجودة، وطبعا هو هذا على أعلى مستويات يعني في يعني حسب التنسيق والتفاهم الموجود في ما بيننا، وأيضا يعني ركزنا على النقاط المشتركة بالنسبة للعمل الداخلي وأيضا الحراك الموجود يعني في الخارج على المستوى الإعلامي والسياسي وأيضا
الإنسان. ولكن أيضا يحتاج الدعم، يحتاج النضوج. الدعم نتفق على ذلك، لكن أقصد الرؤية والأهداف يعني واضحة ومرسومة. نعم، واضحة أو مرسومة، يعني في هنالك هل ممكن أن يكون يعني هناك اتفاق من قبل الفيدراليين من هذه الشعوب مع مشروعكم مثلا؟ بالنسبة يعني هناك أحزاب آذرية وأيضا كردية تعمل باسم مع الشعوب غير الفارسية ولكنها تخطو نحو الفيدرالية. ليس لدينا مشكلة مع، لأن الحقيقة المشروع الفيدرالي في كردستان أو المشروع الفيدرالي في أذربيجان أو في بلوشستان لا يعنينا، ولكن يعنينا العمل المشترك، لأن عدونا مشترك. طبعا ممكن احنا نتفق في العمل المسلح في الداخل، وأيضا نتفق مع العمل القانوني أو الإنساني يعني في الداخل، في الخارج، وأيضا يعني في المؤسسات الحقوقية والقانونية، وأيضا حتى في العمل يعني السياسي. وتبقى يعني هنالك بعض يعني الأمور يعني بالنسبة للمشروع الفيدرالي يعني ممكن ما نتفق عليه. طبعا ناقشنا الأخوة طبعا بعض الفصائل اللي هم يتبنون المشروع الفيدرالي، ومتفقون على بعض النقاط المشتركة مع الأخوة. طبعا هذا بالنسبة للشعوب الغير فارسية. بالنسبة للأحوازيون، طبعا احنا تكلمنا مع الأخوة ان لابد هناك يكون يعني تربية صحيحة او وعي يعني صحيح للمجتمع الأحوازي. طبعا نتكلم عن الجانب الفكري او الخطاب او الجانب الأيديولوجي. نعم، انت كيف ترسخ يعني الفكر الوطني اللي عند الإنسان الأحوازي؟ فلا يمكن احنا نشتت الإنسان الأحوازي بأفكار مختلفة، بتحرري وبفدرالي أو بيعني خطابات يعني أخرى. فلا بد أن تكلمنا مع الأخوة، لا بد أن الخطاب يكون واضح، ويكون واضح لمجتمعنا أن الخطاب أما يكون تحرر أما يكون فدرال. ولكن اليوم التحرير هو مطلب شعبي. أنت عندما تتكلم يعني مع الأحواز فهو تشوفه رافض، طيب رافض وجود الاحتلال. فهذا النقطة الأخيرة، لأن ممكن الحلقة المفقودة يعني هو الجانب الفكري عند الإنسان يعني الأحوازي. فهذا ما نؤكد عليه أن ليكون مرجعية فكرية، يعني لدينا المرجعية الفكرية هي تنبثق من ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا، فهذا ضروري جدا حتى نتبنى هذا الفكر أو المرجعية من خصوصيتنا الأحوازية، وليس من الأفكار والمشاريع اللي سابقا تبناها الإنسان الأحوازي وأيضا فشلت. جميل. يعني أظن أن مسألة الوعي مهمة جدا عند الشعوب الآذرية وأيضا الكردية والبلوشية. يعني هناك من الأحوازيين من تفاجأ يعني بعد 2011 و2012 وبعد ما يعني اهتم الإعلام أكثر بقضية الأحواز، من تفاجأ بأن الشعب الأحوازي يخطو إلى فكر التحرري، لأن كان هناك يعني خطاب موجود بأن يعني لابد من الفيدرالية، وكان هناك يعني من السياسيين من يتزعمون الإعلام ويزرعون مثل هذه الممارسات. في الأخير يعني تفاجأوا بأن يعني حتى الإعلام أصبح ينادي بالفكر التحرري، وعرف بأن هذا موجود عند الأحوازيين يعني من قبل، ولكن أقصد على مسألة الشعب وتوسعها يعني مسألة الوعي. فهل يمكن أن يكون هناك يعني خطاب واضح لهذه الشعوب الأخرى من أجل أن يكون هناك فكر معين يعني يقدر أو يعزز مسألة التحرر من النظام الإيراني؟ طبعا بالتأكيد هي بالنسبة للشعوب غير الفارسية بالأساس هي يعني أرادت الشعوب. نعم. وقلنا بأن التحرير هو مطلب شعبي، فبالتأكيد يعني حسب يعني رؤيتنا لمستقبل الشعوب غير الفارسية ودراستنا للوضع يعني الإقليمي وأيضا الوضع الدولي،
وحتى القوانين الدولية، فلا بد أن يكون هنالك توازن يعني بالنسبة لل أن لتبني الخطاب، يعني الخطاب التحرري أو الفدرالي. طبعا هنالك مصالح دولية وإقليمية يعني موجودة، فمن يتكلم طبعا من يتبنى الفكر الفدرالي فيعني يأخذ الجانب أن المؤسسات القانونية وأمم المتحدة وأيضا الغرب وكذا لا يسمح أن إيران تتفكك. طبعا نحن نختلف معهم بهذا الرأي، أن يعني الشعب هو من يقرر، يعني الشعب هو من يقرر مصيره أن يتبنى التحرير أو يتبنى الفدرالية، فلا يمكن أن دولة أجنبية أو مؤسسات خارجية هي من تقرر يعني مصير الشعوب، بينما الشعوب هي من تقرر. صحيح. يعني حتى تفرض على التنظيمات يعني. أي فأيضا نفس التفكير أو نفس الخطاب عند الشعوب الأخرى. فبالتأكيد هنحترم يعني القوانين الدولية، نحترم يعني معاهدات جنيف أو معاهدات الجمعية العامة، يعني بالنسبة لوضعنا أو خصوصيتنا الأحوازية أو الشعوب يعني غير الفارسية، وحتى بالنسبة أن يعني عملنا المسلح فدائما نتكلم نحن من نحمل السلاح ودفاعا عن أنفسنا، يعني لأن الدولة الإيرانية هي دولة إرهابية، فما تقوم به في الأحواز وأيضا في كردستان وأذربيجان وأيضا في بلوچستان من إعدامات واحتقالات والحقيقة يعني مجازر وإجرام يعني بحق يعني هذه الشعوب، فلا بد أن تحمي نفسك، يعني تحمي الشعوب، كيف يعني تحمي هذا؟ أيضا يعني نتكلم حتى إذا يعني سقط النظام الإيراني، وأيضا فلا بد أن تكون مهيئ، فلا بد أن يكون لديك جيش، لا بد يكون لديك شرطة، لا بد، فلا بد أن تفكر في العمل المسلح. لا ليس العمل المسلح أن تقتل فيه الناس أو إرهاب، لا بالعكس، هو العمل تدافع عن النفس، هو الدفاع عن النفس والدفاع عن الشعب. طيب سعدنا حقيقة سيد حبيب باستجابتك لدعوة البرنامج في هذا المساء، شكرا لك من القلب، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الله، إن شاء الله بإذن الله. مشاهدي الكرام، أستعرض وإياكم الآن فقرة جديدة من فقرة فتوحات إسلامية في بلاد فارس مع المؤرخ الإسلامي سامي المغلث. كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام. القسم الثاني قسم لهم شبهات كتاب وهم المجوس، فحكمهم كما يقول الفقهاء حكم أهل الكتاب في قبول الجزية، في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها لقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فبذلك هذا ما فعله عمر رضي الله عنه، وسوف نعرض ذلك. وهذا طبعا حديث رواه الإمام مالك وذكره أيضا ابن أبي شيبة، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهي موضع في البحرين، فبالتالي طبقها الفاروق على مجوس بلاد فارس حينما فتحوا أقاليمها، وذكرنا ذلك في حلقات سابقة. أما القسم الثالث الذي يقول الفقهاء وهم من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم من عبادة الأوثان وسائر الكفار، فلا يقبل منهم سوى الإسلام، وهذا هو مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة. واستدل حقيقة القائلون بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن يعني ومن المجوس فقط بعموم الأدلة الدالة على ذلك، لذلك نجد أن البعض يراهم أنه يعني هو من باب قتال المشركين لقوله تعالى في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن هذه من الأمور التي يجب أن نتنبه لها: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا يعني في تحديد هذا المفهوم في الحديث المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ماذا؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث متفق على صحته. فلم يخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين البقاء على دينهم، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بدفع الجزية، في ذلك امتثالا للنص القرآني وما ذكره، ولم يطلب منهم الجزية. فدل ذلك على أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس. هذا تقريبا يعني ما أحببنا أن نذكره. فماذا فعل؟ فرجع أهل توج وأقروا بها، وأرسل بعد ذلك مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة وبالأخماس إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أهلنا وسهلنا بكم من جديد، وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، ألقاكم بمشيئة الله عز وجل في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما